السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. أرحب بكم من جديد، دائما معكم سيف. أصدقائي خفيف ظريف، ما تمدش الماء البارد مثل اللاجة للطيور، لأنه واحد من المتابعين خسر 4 طيور مباشرة بعد تقديم الماء البارد من ثلاجة. يعني هو شاف أنه راه الحالة سخونة، شاف درجة حرارة مرتفعة، وجدار راح مد الماء من ثلاجة. علاش؟ لأنه حساب ما يقول هو، قال لك أنا خدام، راني خدام بعيد، ثم نخرج من الصباح نرجع للحشية الصباح، وجدرت للسبعة نتاع الصباح ولا قال حال سخون، بالو بلي نهارها سخون، واش دار؟ مد الماء البارد الجامد، مدو من الثلاجة للطيور. على أساس واش؟ على أساس باش يبقى شاد لهم هذاك الماء حتى الحشية. يعني راه يشوف هو أنه كي راه يدي لهم الماء راه يسخن، وما كاش اللي راه في الدار يعود لهم الماء. إذا خسر الطيور تاعو مباشرة بعد شرب الماء، لأنه الأضرار اللي يديرها الماء البارد للبشر هي نفس الأضرار اللي يديرها للطيور. ما تستهينوش أصدقائي، لازم تبدل الماء يكون عادي، يجيبوه من الحنفية ولا من البرميل ولا، وشكرا.